حبيبتي يلا نامي لشوف، يلا نامي يا عمري، ليكي أبوكي عنده شغل الصبح. تعالي حبيبتي خليني أحطك على التخت لشوف مين. يلا استني هون. أكيد أنت عم تمزح أستاذ تانجو. لا تؤاخذني، بقدر فوت؟ طبعا تفضلي. حبيبتي ما فهمت ليش اعتذرتي؟ لأنك رفضت الحالة. انتي عم تعتذري مني ولا بس لأني رفضت الحالة؟ لأني حولتك لشخص تاني بس بده ينتقم فرمان، لهيك أنا بعتذر كتير منك. يمكن ما تصدق الشي اللي رح أقوله بليز، بس الأرض ما عم بتدور حولك. حالة الاس ام اي كانت مهمة كتير لإلي، وأنا لهيك اخترتها. انت عم تكذب بليز. فرمان بكفي، في شي مرة أنت رفضت حالة قلب، وخصوصا هاي الحالة اللي ما رح تتكرر؟ عن جد أنا ما بدي ناقش بهالموضوع بنوب، لأني أنا رفضت الحالة وخلص انتهينا. بس أنت رح تندم كتير. وليش بدي أندم؟ أنا ما رح أندم على شي. أنا مليت من كل شي بليز، عم تفهمي؟ هموم المشفى وألعيب تانجو خليتوني أكره أكتر شغلة بحبها بحياتي. أنا طبيب جراح وأحسن جراح بهالبلد كمان. فهمتي شو عم بقول؟ أنا أحسن جراح بهالبلد. أنا ما بيهمني تانجو أبداً، ولا المقالة، ولا الشهرة كمان. أنا ممكن إني غير حياة هاي المرة. أنا ممكن غير حياة هاي المرة، وراح غيرها. يعني رح تاخذ الحالة؟ أنت موافق فرمان؟ رح آخذ الحالة، بس بشرط واحد، لازم أشتغل على الحالة منيح. لهيك أنا بحاجة لشي واحد. ليلى، ما في مشكلة، أنا وليلى رح نلعب مع بعض وأنت اشتغل، اتفقنا؟ حبيبتي تعالي خلينا نلعب مع بعض. يلا يا عمري. تمام، تعالي خلينا نلعب هون وبابا رح يشتغل. لا تطلعي صوت، تمام؟ أنا وبنتي اشتقنا لبعض كتير، ما هيك؟ طبعاً نحن اشتقنا لبعض كتير. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخبارات لتكون أول من يشاهدها.